اللجنة المنظمة لبطولة تولون أعلنت مشاركة المنتخب المصري في النسخة الجديدة اللي هتنطلق في الفترة من 3 ل 16 يونيو 2024 وبتتضمن 25 مباراة. بتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات متقسمة لمجموعتين من 5 منتخبات. هيلعب المتصدران في المجموعتين مع بعضهم البعض في النهائي والوصيف في مباراة المركز الثالث، الفرق صاحبة المركز الثالث في مباراة المركز الخامس. تضم المجموعة الأولى فرنسا، كوت ديفوار، المكسيك، السعودية، كوريا الجنوبية، والمجموعة الثانية مصر، إيطاليا، اليابان، بنما وأوكرانيا. الزمالك فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك ل 21 نقطة من 13 مباراة، بيحتل المركز العاشر كمان، فيما تجمد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة وبيحتل المركز التاسع. بيراميدز فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان، وبالنتيجة دي بيتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة. المغربي وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز اختير كأفضل لاعب في مباراة الفريق قدام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، بعد ما قام اللاعب وقدم المباراة قوية ساعد الفريق في تحقيق الفوز لفريقه. فريق رجال الكرة الطايرة الأول بالنادي الأهلي فاز على نادي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في تاني أيام البطولة الأفريقية اللي بيستضيفها على أرضه على صالة الملك عبدالله الفيصل بالمغرب. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق بي أم سي الكونغولي 38-21 في إطار نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لليد واللي بتقام في وهران بالجزائر ليتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر. فريق كرة اليد بنادي الزمالك رجال فاز على فريق جي أس كي الكونغولي بنتيجة 29-41 في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لليد والمقامة في وهران بالجزائر ليتأهل إلى نهائي البطولة. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي خسر قدام فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 26-23 في نصف نهائي السوبر الأفريقي بوهران في الجزائر. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. بنشكرك طبعا يا هلا، ولسه كلامنا عن الرياضة مستمر.